لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلا يا بعلي، حتام طيك لليباب المقفري. فأرح بسامرة نبكي العسكري. نبكي مليكا أحزن الأملاك في ملكوتها، ودها الصفا بتكدري. نبكي فتى أبكى البتولة فاطما، وأذاب أحشاء الرسول وحيدري. لهفي لمولى قد مضى فيه القضاء، وهو الذي لولا لما يصدري ما زال في سجن الطغاة مكابدا، هما فيا عين الفخار تفجري. أرداه معتمد الضلال بسمه، أيوا إماما، أرداه معتمد الضلال بسمه. فقضى شهيدا يا سما تفطري. يا أبحر الإفضال غيضي بعده، فلقد قضى سما ممد الأبحري. يا صاحب الأمر الذي قد كان عن المولى خير مترجم ومعبر، يا صاحب العصر بأبيك آجرك الإله وبعده
قد حل كسر بالهدى لم يجبر كيف اصطبارك والقعود وقد قضت أهلوك صبرا ما رأوا عيش المريم. شاعر آخر يقول سيدي ماذا يهيجك. يلا اقرأ وياي أبيات معروفها. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة طف فضيعة يا ترى تجيء فجيعة بأمض من تلك. أشوفك بخلان علي في الجواب جواب جاوب إياي واسل إمام. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين. أيوة حسين حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع بعد ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلع رضيعه يمتى يشع على العوالم نور طيب يمحي الظلم والجار نور الله وحبيب. عجل يا سيف الله ويا ركن الديانة جار الدهار واستولت علينا. أبياتك أعدانا كم ذوب تقض الضيم يا مشكار علانا. عجل يا غاث المايا أزمة طالت أولي طالت الغيبة والحشم نشتعل نار كنك ما تدري صار يومين هجمة والدار حرقة وضربة واسقطة وانبتة مسمار لطمة العين أعظم يا أبو صالح مصر. عاشت علينا عقب ما يا كسرى ضلح والغدر حقها ومن فدا ياك لول منح نخت وخطبت بيهم ما حد سمح. مأجور متمرمر وطلعت من الدنيا كئي كل الجرى تدري شعدد من مصار من غصب حادر للطفو فم النوى والشيع قلبه بحزين متفتت وذا يجذب الولنا ويهتفوا ما حد يجي تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح
راس القطع وتلاقفه بزاني ورماح وين وياي هجموا على خيام الأعادي بن سعد صاح هجموا على حريمان ذبح ليث الحرير حسين 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 يا حسين يلا وياي حسين من قلبك يا شباب حسين عجل ولا تنسى غريب الغاضرية والجثة اللي رضضتها الأعوج والحرة اللي دشت المجلس هدية مجلس يزيد بن الخنا شراب الخمر حسين هذا حال عمتك سيدي ومولاي وعظم علي دخلت بديوان لرجايا يا ياس وابن الخنا شفت بقضيبه الكثرة ويقول يا زينب ذبحنا حسين عباس كل ساعة يشتمني وقول الخارجي حسين ايه من قلبك اشوفك صامد ها يا حسين بعد مرة الكل يقولها حسين انا شقولا شقولا للي يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباياس اقول حسين ضل جثة بلا راس وعباس اللي في القطعة ويمينه اي والله وعباس اللي في القطعة يمين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما ربك بغافل ما يعمل الظالم وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال إمامنا الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام إن ابني أبو محمد إن ابني أبو محمد أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة وهو الأكبر من ولدي وإليه تنتهي عرى الإمامة. صدق سيدنا ومولانا عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحادي عشر من أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن العسكري عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام الذي كان آية من آيات الله سبحانه جل وعلا لعباده وثروة من ثروات الإسلام في مواقفه وقيمه وجهاده. فهذا الإمام الذي قاوم الحكم العباسي المنحرف
وسعى إلى تحقيق العدل بين أبناء الأمة والاهتمام بشؤون الأمة الإسلامية. ولذا سوف أشير من خلال سيرته العطرة إلى محورين أو ثلاثة محاور حسب الوقت المحدد. المحور الأول وهي أهم الصفات التي اتصف بها إمامنا منذ نعومة أطفاله عليه السلام. الإمام كما تذكر الروايات كان على درجة عالية من الخشية لله سبحانه جل وعلا، وهذا إن دل على شيء دل على أنه كان أعبد أهل زمانه وأكثرهم طاعة وخشية لله سبحانه جل وعلا. وهذه الخشية أو هذه الصفة العظيمة في شخص الإمام والتي ينبغي أن يجسدها كل المؤمنين والمؤمنات، وهذا ما أشار إليه إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال إحياء ذكر الأئمة عليهم السلام عندما يقول: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. إحياء الأمر أنك لا تخرج من هذا المأتم أو من غيره أو من تلك الحسينية إلا وقد استهلمت الدروس والعبر من حياة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فمن النواذر التي ذكرها المؤرخون في شخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه على درجة عالية من الخشية، وهذا في الواقع يتجلى لنا أيها الأحبة من خلال موقفه مع أحد الناس الذي مر على إمامنا وكان واقفا مع مجموعة من الصبيان ولكنه كان في حالة بكاء. هذا الرجل لما شاف الإمام يبكي ظن أن الإمام يبكي متحسرا لما في أيدي هؤلاء الصبية من المال وهو لا يجده عنده، فلما اقترب من إمامنا قال: يا بني أشتري لك شيء ما تلعب به مع هؤلاء الصبية. لكن انظر إلى هذه الالتفاتات من كلمات الإمام والتي تنبه الإنسان على أمور عظيمة في حياته. قال: يا هذا، نحن ما للعب خلقنا. قال: ولأي شيء خلقنا يا بني؟ قال: خلقنا للعلم وللعبادة. قال: من أين لك هذا يا بني؟ قال: من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال: ما الذي حملك على هذا الكلام وأنت طفل صغير؟ لا ذنب لك. هذا يقول واحد غيرك من الناس. قال له: إليك عني، إني وجدت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار، فخشيت أن أكون من صغار حطب جهنم. طبعا إحنا لما نقف عند هذه المحاورة إخواني أبائي نجد فيها كثير من الدروس والعبر. راح أشير إلى هذه الالتفاتات. الالتفات الأولى أن الإمام عليه السلام أشار أيها الآباء والإخوة إلى الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، وهي العلم والعبادة، وهي مستقى من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان المؤمن عليه أن يوفر كل طاقاته وإمكانياته لطاعة الله وعبادته سبحانه جل وعلا والابتعاد عن نواهيه. هذه الغاية الأولى. فلا يتصور الإنسان أن الله سبحانه جل وعلا خلقه في الدنيا عبثا، وحاشا لله. وجودك أيها الإنسان أنت الذي تحدد مصيرك في الحياة أو مسيرك في الحياة، إما أن تتعب على نفسك وتبادر إلى تعلم العلم، لأن اليوم الإنسان المؤمن في الدنيا خصوصا إذا أيضا كان عالما
ويكون عند الله أفضل من الإنسان غير العالم. وهذا ما نلاحظه في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنت لن تستطيع أن تعبد الله أو تعرف الله حق المعرفة من دون علم، من دون أثر. ولهذا نلاحظ كثير من كلمات الأمير عليه السلام، منها: لا خير في عبادة كما يقول ليس منها تفقه. خصوصاً إحنا أمورنا العبادية، وليش هني الإمام يلفت انتباهنا لما يقول للعلم وللعبادة؟ لأن عبادتنا إخواني أبائي إذا لم يكن فيها علم، إذا لم تقترن بالمعرفة، بمعرفة الخالق، بحقيقة العبادة، بحقيقة المعبود، لن تكون هذه العبادة من أرقى أنواع العبادة، بل بالعكس سوف تكون من أدنى مراتب العبادة. في قول لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول: سكنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون، سكنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون حتى ينفعكم ما تحركون به من الجوارح بعبادة من تعرفون. شوف أنت الحواس والجوارح والجوانح اللي يملكها الإنسان لن يستطيع أن يسخرها في مرضات الله، في عبادة الله، إلا بعد العلم والمعرفة. ولهذا هناك فوارق بين هذا الإنسان اللي يعبد الله على علم وبين هذا الإنسان اللي يعبد الله على جهل. كثير من الأحاديث منها ما ورد عن حبيبنا محمد مثلا عندما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه السلام: يا علي ركعتان من عالم، يعني يقصد معالم الدين، لا أنت بعد ما تلتبس، يقصد هنا العالم المؤمن، ركعتان من عالم أفضل من 1000 ركعة يصليها عابد. وحديث عن علي بن أبي طالب: 70 ركعة من عالم أفضل، أو ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل. وفي حديث آخر أيضا: نوم على علم. إذا يجي هذا الإنسان المؤمن العالم ينام، يقول: نوم على علم خير من عبادة على جهل. وحتى إحنا نعبد الله وتكون عندنا هذه المعرفة، وأيضا لا تكتمل هذه المعرفة إلا من خلال التقرب. يعني مو فقط هي جاية اليوم بالصلاة وجاية بالصوم وجاية اليوم بالحج، لا، اليوم حتى زيارتنا هي لابد أن تكون علم ومعرفة، لأن زيارتنا عبادة. زيارتك مثلا للحسين عليه السلام، زيارتك للأئمة، وهذا ما نلاحظه في كثير من كلمات الصادق عليه السلام: من زار، كما يقول عليه السلام: من زار جدي الحسين عارفا بحقه. شنو هي المعرفة؟ المعرفة هي العلم. ولهذا يقول: للعلم وللجهل أثر كبير على صحة العبادات ومقبوليتهما عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر الإمام يلفت انتباهنا إلى مسألة العلم والعبادة. بعد ثم أيضا عندما يقول في كلماته: إليك عني إني وجدت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار. هنا أراد الإمام إخواني أبائي أن يلفت انتباهنا إلى مسألة الغفلة. اليوم الإنسان لعله يعيش في الدنيا لما يشوف الدنيا مقبلة عليه، خصوصا أوجه النقطة إلى شبابنا، لما يشوف نفسه في صحة، في عافية، في قوة، في نشاط، في حيوية، يقول: والله يمكن أن الموت بعيد عني كل البعد، فتشوفه يسوف ويفرط في كثير من الحقوق والواجبات. مثلا تقول لي: أنت في ريعان شباب وعند قوة وعند استطاعة، روح الحاج. قال: توي صغير، أنا توي شباب، خلني شوي أكبر. ليش ما تروح الحاج؟ عندك القوة وعندك الاستطاعة مثلا. قال: صبر شوي سيدنا، جمع لنا مهر، اشتري لنا أرض، اشتري سيارة، اشتري بيت. شوف هذا حد الإفراط اللي يعيشه اليوم الإنسان، خصوصا إذا شاف الدنيا مقبلة عليه. الموت حتى يكون الإنسان واقعي، وحتى الإنسان ما يعيش في غفلة، أولا عليه أن يكون واقعيا، ينظر إلى الجنائز التي تشيع في كل يوم، ها؟ يشوف هالجنائز اللي تشيع في كل يوم القريب والبعيد، ويشوف هذا الموت اللي ما يعرف لا كبير ولا صغير ولا أبيض ولا أسود ولا ظالم ولا مظلوم. تعددت الأسباب،
والموت واحد، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره. الإنسان لما يكون واقعي ويرى هذه الجنازة التي تشيع في كل يوم، لا ينبغي عليه أن يتبع هواه، لا ينبغي عليه أن يعيش حالة من الإفراط في الأمل. أعلل النفس، يقول الشاعر، أعلل النفس بالآمال أدركها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ويقول حبيبنا محمد أخوف ما أخاف على أمتي من اتباع الهوى وطول الأمل. ولهذا حتى الإنسان ما يكون غافل، ليش؟ إذا عاش طول الأمل وباغته الموت، لأن واحد إذا بموت بعد يدري متى راح يموت. الله يقول سبحانه جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فشي طبيعي يكون مستعدا. ويا ما أناس يعني نماذج في حياتنا، يشوف واحد يدخل على واحد في المستشفى ويشوفه طريح الفراش وعلى أجهزة، يقول والله هذا مسكين فلان يمكن يروح يعيش يوم يومين، يطلع هذا اللي ما بي أي علة أي مرض، صدق كذب خبر فلان وقع خلاص شيعوا مات، وهذا لا يعاني. ويمكن اللي ظن أن فلان راح يموت قبله هو يموت قبله، يصير له شواهد كثيرة ونماذج كثيرة رأيناها في واقعنا وفي زماننا، حتى الإنسان يكون واقعي أكثر. عليه إذن لما يلفت الإمام هنا أيضا المعنى الآخر عندما يقول: رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار، فلا تتقد إلا بصغار. يعني أيضا ما يستهان استهان الواحد أيضا حتى بالذنوب الصغيرة. واحد مثلا يعصي الله يقول والله أنا ما أسوي الكبائر أسوي الصغائر، لكن بعد إذا بقى على استمرار في ارتكاب الصغائر وتتجمع الصغائر شو يصير؟ يصير من الكبائر. وهذا أيضا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مواقفه لما كانوا ويا أصحابه في بعض الغزوات، قال لهم: التمسوا لنا حطب. قالوا: يا رسول الله أرض قاحلة. لما إجي يبين أثر المعصية الصغيرة قالوا: أرض قاحلة ما بيها لا شجر لا نبات، وين نجيب لك يا رسول الله؟ قال: تفرقوا يمين وشمال وروح دور، المهم يجيبوا لنا حطب، التمسوا لنا حطب. والله طلعوا مجموعة يمين وشمال وشرق وغرب وجاو، وكل واحد جاء على قولتنا بعود صغير من الحطب، وجمعوا جمعوا جمعوا إلى أن صار على قولتنا كومية. قال لهم: هكذا تجتمع الذنوب الصغيرة فتكون من الكبائر. إذن هاي المحور الأول، التفاتات من كلمات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. المحور الثاني اللي أتناول من خلال إشخاص الإمام والمعاناة التي عانها مع أبيه ومع طواغيت زمانه. الإمام عندما أشخص مع أبيه عليه أفضل الصلاة والسلام عمره 4 سنوات وأشهر، يعني نقدر نقول بمعنى آخر أن الإمام فتح عينه في عاصمة الخلافة العباسية بعيدا عن بيوت الهاشميين والعلويين، فتح عينه بأبي وأمي وهو يرى تلك المعاناة التي عانى منها إمامنا الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، خصوصا مع طواغيت زمانه. لأن الإمام الهادي والإمام العسكري قد عاصروا مجموعة من أولئك الطواغيت وعلى رأسهم المتوكل العباسي. هذا المتوكل الذي كان سيء الصيت بأهل البيت وأتباعهم وأشياعهم، يعني إجرام وبطش وظلم مو فقط على أهل البيت، حتى على أتباعهم، حتى على شيعتهم. هذا الذي لا يمر عليه يوم من الأيام إلا ويسخر من علي بن أبي طالب، حتى ابنه أنكر عليه فعله. هذا كل يوم يجي بواحد لا نقول عنه رجل بعد يقال له عبادة، ويضع على بطنه وسادة ويقول له: أرقص وقل جاء الأنزع البطين، جاء أمير المؤمنين. حتى يوم من الأيام ابنه يدخل عليه هذا اللي شارك مع الأتراك في قتله، قال له: يا أبتي إن هذا لحم ابن عمك كله ولا تعطيه للكلاب.
حتى قال هذه المقولة الشهيرة: غار الفتى لابن عمه رأس الفتى في حر أمه. فعليه عانى إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام كل المعاناة، خصوصا على يد المتوكل العباسي. وكل معاناة رأيها الإمام، وخصوصا عملية الاقتحام على دار الإمام. وشوف أنت اليوم هالعمليات اللي استمرت إلى هذا اليوم، من هذا الاقتحام على المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا على أتباع محمد وآل محمد. ولذا نجد أنه من خلال هذه الاقتحامات التي تركت أثرا كبيرا في نفس الإمام وفي شعوره منذ نعومة أظفاره، وهذه التي كانت أساسها في ذلك اليوم الذي انقلب فيه القوم على أعقابهم عندما اقتحموا الدار على علي وفاطمة. واستمر هذا السلوك مع شيعة أهل البيت أيضا من بعد الأئمة. ولذلك لا تتصور أن هذه الاقتحامات التي تراها في زمانك وواقعك أنها وليدة العصر. لا، يقول الشاعر: لو ما الأول ما دخل في بيت حيدر، ما حد على زينب يطب الخيم يقدر، كفل لطم هذيك هذه بصوت لوع، نار ورت بالباب شبت بالصيام. هذه سنة. ولهذا أنت لما يمارس اليوم المؤمن ضده هذا الظلم، هذا الاقتحام، يتذكر الإمام الهادي، يتذكر الإمام العسكري، يتذكر الزهراء، يتذكر زينب عليها السلام. ولا بد إليه من الصبر، لأن الله يقول: والعاقبة للمتقين. هاي المعاناة اللي عانها الإمام وتركت أثرها في نفسه، وعاصر مجموعة أيضا من أولئك الطغاة، أمثال المعتصم وأمثال الواثق والمتوكل والمنتصر، أمثال المستعين والمعتز والمهتدي، واستشهد في زمن اللعين المعتمد العباسي. لكن لما نجي شوي إلى عصر الإمام، نجد في عصره عليه السلام تهافت الخلافة العباسية وضعف ملوكها. إذا كانوا من العباس، تشوف الأبو يا الإبن، والأخو يا الأخو، وابن العم مع ابن العم، يتصارعون على كرسي الخلافة الغير شرعية، يقول لك: فبالأجدر أن نتصارع مع العلويين. يقول لك: هذا حقنا، إحنا ما يمكن أن نسمح للعلويين أن يحتلوا هذه المكانة. ولذلك التاريخ يذكر، خصوصا لما تيجي إلى كتاب حياة الحيوان للدميري، لما يذكرك عن تاريخ البطريق، هذه ضعف ملوك بني العباس، وكيف كان الأتراك يتلاعبون بهم، يعني إلى درجة كان ينصبون واحد بالصباح يعزلون بالمساء. يقول: دخل أحد الناس إلى جامع المنصور في بغداد يصلي، يقول لما فرغ من الصلاة واحد واقف على الباب عليه جبة، وهالجبة على قولتنا مشققة طالع حتى قطنها. يقول: تصدقوا على من كان بالأمس أمير المؤمنين وهو اليوم من فقراء المسلمين. يقول: يمي واحد يصلي، قلت له: من هذا؟ قال لي: هذا أحد حكام بني العباس، بالأمس كان خليفة، اليوم يطر على أبواب المساجد. وهذا شوف الظالم لما يريد الله يأدبه في الدنيا قبل الآخرة. هذه سنة. يمكن أنا وأنت نقول في نظرنا هذا انتقام، لا، هذا في نظر الله هذا تأديب، حاشا لله أن ينتقم من عباده، الله كبير. تشوف الله لما يريد يأدب الواحد من الطواغيت والظلمة، مثلا تشوف نمرود، الله بعث له شنو؟ أضعف خلقه، بعوضة دخلت له في مناخيره وغمرغت كرامته بالتراب. هاي الظالم اللي يمكن يعرض عضلاته على المستضعفين وعلى الفقراء وعلى المظلومين. أين الذي قال: أنا ربكم الأعلى؟ وين راح؟ الله نجاه ببدنة معتباط، جاء عبرة. وين اللي قال زنقة زنقة ودار دار دوروا راسه عدل؟ وين راح سيف العرب وجاي الدنيا؟ شوف من القرآن ذكر لك نماذج، أمثال فرعون، أمثال نمرود، قارون وغيرهم من الظلمة، بعد بني العباس، بني أمية، العثماني، الأتراك، وزماننا فرعون مصر وغيرهم. جاية الأيام
سوف تريك ذل كل ظالم في هذه الحياة الدنيا. سنة الحياة. ها؟ الإمام الحسين لما قال لعمر بن عشم قال له والله لن تلبثوا بعد قتلي إلا أذلة خاسئين. روايات تقول الله خد بحق الحسين بعد 3 سنوات، وروايات تقول بعد 6 سنوات. لكن كل ظالم هل تهنى له الحياة؟ وهالكلمة أيضا قالها آية الله العظمى سيد محمد باقر الصدر إلى صدام لما فرش لأحد جلاوزته من الضباط يهدده، قال له قوم روح قول دكتاتور مالك اختار المكان والهيئة الكيفية التي تقتلني عليها، لكن قل له دكتاتور مالك والله لن تلبث بعد قتلي إلا ذليلا خاسئا، يوم تطلب الملجأ فلا تجده. روح رجع لكتابة رسالة السيد لها الطاغوت. يا سبحان الله، ولما غسلت أمريكا إيده من صدام وجت حتى تنتقم منه بعنوان، شوف المشاريع السياسية اللي تمررها أمريكا دشت بعنوان شنو؟ الأسلحة دمار الشامل، وحتى تنتقم من صدام وحتى أيضا لا يفضحها. وبالفعل نجدنا خصوصا بعد سقوطه تلك الوثائق التي بيّنت كيف أخذ ينتقل من مكان إلى مكان يطلب الملجأ فلا يجده، حتى استخرج من مكان لا تعشش حتى فيه الفئران أو الجرذان. هذا حال الظالم. نسأل الله أن يأخذ بحقنا وينتقم لنا ممن ظلمنا بحق محمد وآل محمد. ولذا نجد أن الإمام عانى من ظلم هؤلاء أيضا، وتعرض أيضا للسجن مرات وفي أكثر من عهد، حتى بلغ بالمستعين هذا اللي أيضا تأذى، المتوكل تأذى منه الإمام الهادي، والمستعين تأذى منه إمامنا العسكري، إلى درجة راح يشيع بين الناس راح يقتل الإمام. والإمام لما وصل إلى بعض أصحابه، لأن الإمام وين الآن؟ تصور رايح العراق شايف سامراء وين وبغداد وين، وصل الخبر إلى بغداد وكتبوا إلى بعض أصحاب محمد أمثال محمد بن عبد الله والهيثم بن سبابة، كتبوا إلى الإمام عن الإشاعة، خبر الإشاعة أن المستعين راح يقدم على قتل الإمام، كتب إليهم الكتاب يطمئنهم بأن هذا الطاغية سوف يقتل بعد 3 أيام. وبالفعل حسب ما حدث به الإمام بعد 3 أيام هجم عليه أعوان ابن عمه وهو المعتز، وقتل في قصره وقطع رأسه وأخذ إلى ابن عمه، يأذي رأسه، وكان ابن عمه المعتز قاعد يلعب شطرنج، نظر إليه ما كنا شايف رأسه أمامه مقطوع، لأن ذولا كان عندهم سفك الدماء وإراقة الدماء وصلت إلى حالة تقشعر منها الأبدان. وانت لما تقرأ في تاريخ بني العباس وكيف أنهم كانوا يقتلون الشيعة على الهوية، يعني تقرأ بعض الروايات كانوا يبنون سناطوين على بعض الشيعة، وبعضهم كانوا يضعونهم في بعض الطوامير اللي فتحتها من فوق، ما كلها فتحة من تحت، فتحتها من فوق، يرمون الواحد داخل كرم الله وجهك يتغوط يتبول مكانه. إلى هالدرجة مقابر جماعية كشفت على هذه الشاكلة. إحنا يمكن نقول التاريخ بالغوا مؤرخين، لكن كل يوم أبنائهم من الدواعش وغيرهم، التاريخ يعيد نفسه ويبين لك كيفية هذا القتل على الهوية، مو فقط للشيعة، وهذه من كرامات رب العالمين لما فضح لنا أبناء بني العباس بأن استهدافهم وبأن خلافتهم الباطلة، يدعون بأن عندهم خليفة الآن على الأمة أن تبايع، ها؟ هذا الخليفة الصهيوني اللي صنعت إسرائيل، مفضوح أمره وكشف أمر أمام الكبير وأمام الصغير. فلا تستغرب اليوم لما تشوف بعض المشاهد ما يستطيع اليوم العاقل أن ينظر إليها، يقول سبحان الله، هل هو بشر دلين لو وحوش؟ ولا بشر لو ذبحون مصاصين دماء؟ أي إسلام هذا؟ إسلام اليوم يزني باسم الإسلام، يقتل باسم الإسلام، يفجر قبر أو ولي أو نبي ويقول الله أكبر. أيضا لما قتل الحسين ورفع رأسه وش قالوا بني أمية؟ قالوا الله أكبر كبر، شنو يختلف هذا؟ تاريخ يعيد نفسه. فعليه أدركنا الوقت. فالإمام عانى من هؤلاء، خصوصا أيضا لما جاء دور المعتمد العباسي،
وعلى الرغم أن الإمام كل هالظروف المراقبة والمتابعة والعيون إقامة جبرية وتارة سجون اللي كانت تكتنف حركة الإمام وتقيد نشاط الإمام، لكن لم تثني الإمام عن السعي في قضاء حوائج الناس، لم تثني الإمام عن توجيه الأمة. ولهذا شوف الإمام يصيغ في السجن، لكن يمكن يحث يشعر بأن الشارع ماله ضعيف أو يصيب بحالة من التراجع، لا، يجي الإمام يأكد عندما يقول الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا، والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا، نحن كهف لمن التجأ إلينا. ونحن نقول دائما ما خاب من تمسك بكم، نحن كهف لمن التجأ إلينا ونور لمن استبصر بنا. وأكد أيضا وهو في السجن على الإقامة وعلى المضايقة وعلى المراقبة والعيون على علاقة المؤمنين ببعضهم البعض، لا بد تكون علاقتنا فيها بركة، فيها خير، فيها إيثار، فيها محبة. هاي توصيات أئمتنا عليهم السلام، شلون نحافظ على اللحمة الاجتماعية، شلون نحافظ على علاقتنا مع بعضنا البعض. ولهذا إمامنا بقي يعاني من ظلم المعتمد، ولذلك وهو يبث تعاليمه أيضا وينشر أفكار، إلا أنه كان يحمل هذا الهم الكبير وهو كيفية الحفاظ على القائم من آل محمد. لم تطل مدة إمامته أكثر من 6 سنوات، فقد نجح المعتمد في أن يضع سما نقيعا إلى إمامنا. وشوف اللعين، المثل هذا ينطبق عليه، مثل المأمون ما دس السم إلى الإمام ومشى في جنازة الإمام، أو سرح يبكي على جنازة الإمام. حتى المعتمد لما دس السم إلى الإمام في طعامه أصبح الإمام طريح الفراش، أمر مجموعة من الإطباء أن يلازمون فراش الإمام، وأيضا أمر الوجهاء والأعيان والوزراء بالتوافد على عيادة الإمام حتى يبعد هذه الشبهة عنه. ولذلك بقي إمامنا بأبي وأمي يتقلب على فراشه يمينا وشمالا. إلى مثل هذه الليلة اصفر لونه والهد ركنه، قال علي بولدي محمد لأوصي إليه بوصاياي من بعدي. أقبلت أمه نرجس، دخلت عليه وجدت الإمام ساجدا لله، قالت بني إن أبوك يدعوك، إن أباك يدعوك. جاء إلى أبي، دخل عليه، ضمه إلى صدر، أبوي أبوي أنت المعد لأخذ الثأر، تأخذ بثأري وثأر أجدادك وأبيك، ولا من جور الأعادي يا مسلمين. سماه غيلة ما لهم مطلب ولادي، بسمي فتا ومهجته ومصفر الآلة. اي وياي وياي شبابها، بالسم فتا ومهجته ومصفر له، وابنا يعايل ويصب دموع في وين عن عزوته ما يحضرونه، ما ظنتي وصلت اخبار الآل عدنا، من وصل ماتا قربت منا المنية، نادى على ابنا وجدب والنات خفية، يا ابني تدنى بعجل يا باقي بقية، خلني بوصيلك ترى من الأجل حق، بوصيك يا ابني من أعدانا تاخذ الثار، من اللي على باب البتول ولا شب والنار، واللي غصب حقها عصرها بين الجدار،
سقط حملها وخلى منها الجسد نحل. جدك يا ابويا مرتضى بالحبل قادر تالي الحسبة يا وسطة المحراب غا والحسن من المعدة يا نور العين سم وحسين برض الغاية أدريا ذبح عطش. تصور إمامك الحجة جالس بجانب فراش أبي يبكي يلتفت الإمام العسكري يقول أبني أتبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أراك بهذه الحال مصفر اللون منهد الروم تتقلب يمينا وشمالا. يقول لأبويا إن كنت باقيا فابكي على مصاب جدك الحسين. أنت الآن يمي بويا أنا الآن على فراش ورأسي على وسادة لكن جدك الحسين على ويش كان راسه بني متوجه له لا كان رأسه على حرارة الرمال. صور بقلبك وفكرك يعني خد تصهر حرارة الرمال وخد الآخر تصهره حرارته. يقل له أنت الآن جالس يمي واضع ايدك على كبدي تخفف علي حرارة السم لكن بويا من الذي لزم كبد جدك الحسين عندما استخرجها بالسهم المثلث؟ بعد أدري هذا الكلام يألمك يا مؤمن لكن مأجور. يقول لي أنت الآن إذا خرجت روحي راح تغمض عيوني توجهني على القبلة وقبل ما أفارق الحياة راح تسقيني شربة ماء لكن بويا من الذي سقى جدك الحسين شربة من الماء؟ من الذي أغمض عينه؟ من الذي وجهه على القبلة؟ ما ينسى يا ابني غريب الغار. بعد أعيد عليك البيت. ها ما ينسى يا ابني غريب الغار يوم وقع وبسهام قلبه موزع ما تبعطش والماي مهرم ما زكية حرقة وخيامة وسلبة وحريمة وبني وأنا على فراشي وفوق وساد خدي وانت لعد راسي وتمسح فوق جبدي لكن من اللي لزايم جبد حسين جدي من غرهم ميا ومن غمض عيون. سيدي عظم الله لك الأجر اللي يهون عليك المصيبة أنت كنت حاضر عند أبوه لما حضرت المنية غمضت عيونه وجهت على القبلة وأيضا اللي يهون عليك أنك عندما وضعته على المغتسل كان سليم الجسد رأسه على جسده. ها جدك الإمام زين العابدين لما إجا يواري جسد أبوه الحسين على أي حال يا ساعد الله قلب أبو محمد السجاد من عاد غسل والده ويدفن الأجساد سبعين جثة اللي دفنها كهول وأولاد بقبور ناس وناس حطهم بالحفل جواب شيخ العشيرة بار يا جثة بلارة
حطوا على صدر الطفل مخمود يم الشريعة لحد جنازة عباس الأكبر وأخوانه بكتر شيخ. بعد الحال المشهد الأخير وأسألك الدعاء هالحضور لكن أشوف جواب مو قوي حبيبها. تجاي تواسي الإمام، تصور إمامك لما جلس قبل أن يهيل التراب على أبوه العسكري وين قبل أبوه براسه جبينه بين عينيه إمامكم زين العابدين أين قبل أباه الحسين؟ أنا لقضي يا أبويا بالبكا ليلي ليلي نهار ونه إيه مثلك ما شفنا شفنين في بواب وويلا ويلي من بعد ما تبقى ثلاثة أيام عاري فوق الثرى وجسمك يا بويا هل فلا اخبار والسدرة والسدرة ما ينشال وشيل لنا والسدرة يا احسان مرد ضلوع وصدرا يا هو الجاب كافورا وصدرا يا ومن جهز غريب الغاضرية والله ومن جهز غريب بالغاية ما غسلوا ولا لفوه في كفن يا رب سهل مطالب نقضي حوائجنا حوائج المحتاجين فك أسرانا اشفي مرضانا رد غرباءنا غير سوء حالنا حسن حالك يا كريم احفظ جماعتي الحاضرين عندكم جمع للمساجد لقرية المرخ جزاكم الله خير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللهم اهدي اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.